أمس سألني أحد الأشخاص عن تطور الهندسة في غزة. الحقيقة الهندسة في غزة متطورة أكثر من إسرائيل. ليش؟ لأنه أنت عندك شعب محاصر في مساحة أقل من 100 كيلومتر مربع، 2 مليون نسمة، ما عندهم تلوث بيئي، ما عندهم فئران بتاكلهم وقواعد بتاكلهم مثل لندن وبريطانيا أم الحداثة، ما عندهم بق وقراد وحشرات تأكلهم مثل فرنسا. شعب عنده هندسة مستدامة برتم عالي. إذا جيت تتكلم عن الهندسة فوق الأرض، هندسة الاستدامة عندهم تدرس فعلا. إذا جيت تتكلم عن الهندسة تحت الأرض، هذا موضوع عقل البشر ما يتخيله. المهندسين البنى التحتية اللي هي من أصعب اختصاصات الهندسة، أصعب شيء بالنسبة لهم أنه يحفروا نفق. حتى لما يسووا مشروع مترو، حاولوا قدر الإمكان القطار يمشي قدر الإمكان فوق الأرض، لأن حفر الأنفاق جدا شيء صعب. والأصعب منها أنك بتتعامل مع 3 أحداثيات X, Y, Z. يعني كيف أنت كيف ماشي تحت الأرض؟ أنا ما أعرف يعني صراحة، هذا الشيء عقلي ما بتخيله. عداك عن أنه المدينة ساحلية أصلا، يعني ترتفع أكثر شيء عن ساحل البحر المتوسط 15 متر. كيف حافر انفاق؟ كيف ما بتطلع لك مياه جوفية؟ كيف 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 كيف؟ هندسة متطورة فعلا. يعني أنا لما شفت التقرير على القنوات الأخبارية انصدمت بصراحة. عندك الطواقم الطبية، الطواقم الطبية بتتعامل مع حالات خطرة جدا، بدون كهرباء، بدون أدوية، بدون يعني بدون شيء. كيف ما أعرف صراحة. شعب جبار، الله يحفظهم، الله ينصرهم، الله يكون معاهم، ويعطيكم العافية.